مسرحية غير كل المسرحيات. ففي الوقت الذي اعتدنا فيه على المسرحيات المنطوقة، جاء محمد شرشال بمسرحية صامتة خرج فيها عن المألوف. إنها قطعة GPS، قطعة تمزج بين تقنيات السينما والمسرح، تعتمد على الإيماءات والحركة لتمرير رسائل تنتقد ضياع الإنسان الحديث بين أفكاره ومبادئه. ما نخبيش عليكم، في الأول كنت متخوف لأنه سيتي نوفيل إكسبيريونس في لابراتيك تياترال الجيريان. نحب ولا نكره، إحنا مجتمعات تحب تسمع بوغيل لو تياتر سي لا بارول. Alors, enlever la parole pour proposer autre chose, c'était un risque. Mais alhamdoulilah, كان فيه تجاوب إيجابي. العرض يقدم صورة للإنسان المسخ الذي يتحول ويفقد حتى حقيقته، سواء بفعل فاعل أو بإرادته، من خلال لوحات منفصلة صممها مخرج المسرحية وجسدها الممثلون بطريقة تتخللها الفكاهة لتكون أقرب إلى الجمهور، خاصة وأنهم اعتمدوا على أجسادهم لا على أصواتهم. نعرف بنفسي أولا، صبرينا بقرية ممثلة من مسرح قسنطينة أو من مدينة قسنطينة بالتحديد. تجربتي في المسرح الصامت ليست الأولى، لأنه بدايتي الأولى كانت سنة 1999، وأول تجربة لي كانت في مسرح الصامت. بالنسبة للعمل في GPS، تقمصت 3 أدوار واللي هي أدوار مختلفة في تركيبتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوال مسعودي، ممثلة من باتنا. أنا وافدة جديدة لهذا العرض GPS طبعا، اللي يعني تعمل له ريبريز جديدة. وجدت صعوبة، هي في الحقيقة وجدت صعوبة شوية، لأنه هي تجربة الأولى لي في يعني في هذا النوع من المسرح. المسرحية سجلت حضورا قويا في المحافل الدولية، وتوجت بجائزة أحسن عرض مسرحي عربي في اختتام فعاليات الدورة 12 لمهرجان المسرح العربي. وستعود هذه المرة لكن بروح ونفس جديدتين لتنافس في مهرجان أيام قرطاج المسرحية. العرض باقي هو، ولكن فيه تعديلات. بون شانجي 3 كوميديان، يا كيلكو شانجمون اوسي بارابور ا كيلكو سين. انا ايسي يعني حاولنا نطور في بعض المشاهد. السبيكتاكل إلى ايتي بريمي في مهرجان المسرح العربي الذي انعقد بالأردن سنة 2020. رانا نجتهدوا باش يعني تكون مشاركتنا مشاركة في المستوى. هدفنا ليس الجوائز، هدفنا هو إمتاع وإسعاد جمهورنا. الشيء اللي أنا حابينه الآن أننا لما نروح مهرجان قرطاج نحب نقدم صورة مشرفة للمسرح الجزائري. GPS صنعت الفارق وكانت بمثابة تحد جديد للمخرج، ولكنه بالرغم من هذا استطاع نيل ثناء الجمهور ونجح في إيصال رسائله بكسره حدود اللغة لتفهم فكرته وتكون ذات صبغة عالمية. وهذا ما يميز أبو الفنون عن غيره.